السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بس الخير عليكم أيها السادة الأكارم، ومرحبا بكم في عدد جديد من الحصة تاعنا اللي هي صنعة زمان تقاليد حرفة لوطان من أعالي جبال بن زيداس. أعزائنا المشاهدين وبحضور الحاجة يمينة والحاجة خيرة، موضوعنا اليوم هو الشطابة ولا المكونسة. يلا أعزائنا المشاهدين، مدام رانا في الجبل ومدام رانا مع الحاجة يمينة، نخليها هي اللي توضح لكم أكثر الصنعة تاعنا. خالتي يمينة مساء الخير. مساء الخير أولدي، كراكم دايرين؟ مرحبا بكم. حنا جينا للغابة دوك، غادي جينا نحشو الدوم باش نخدمو الشطابة. الشطابة كاين اللي يقولها المكونسة، كاين الشطابة. هيا دوك غادي نقلعوها وإن شاء الله من ثاني عاود نكملو في الدار، نديروها تيبس وكل شيء ونعاود ان شاء الله نخدموها الشطابه. اذا اعزائنا المشاهدين، الشطابه اليوم راهم يستعملوا البالي. على كل حال الشطابه بكري كانت عنصر اساسي في المنزل هكذا باش السيده تنيطواي دارها. الطريقه نتاع الصنعه تاع اليوم سهله اعزائنا المشاهدين. اولى مراحل هذه الصنعه هي نقلعوا الدوم. الوسائل المستعمله سهله مهله، المنجل نخدموا به الفلاحه، نقلعوا به الدوم، نستعملوا به امور كثيره. للاسف الشديد بكري المنجل كانوا يخدموه بيديهم، اليوم راه يجي حتى هو تاع لامبورطاسيون، راه يجي من فرنسا. يلا خالتي يمينه واش نديروا دركا؟ نمشيو دوك نمشيو نقلعوا الدوم ان شاء الله. يلا اعزائنا المشاهدين، على بركه الله نوري لكم الطريقه اللي ينحوا بها الدوم ولو انها طريقه سهله، تبعونا. هي ذاق المور، هي ذاق المور. شوفوا اعزائنا المشاهدين، خالتي خيره راها تقلع في الدوم، وراها معايا الحاجه يمينه معقل اللي تزيد تعطينا توضيحات اكثر فيما يخص هذه الصنعه. يلا خالتي يمينه. ولدي هذه الصنعه هذه مكري، هذه تاع جدود بكري، ما كانش طابه باليه تاع بلاستيك ولا والو، كانت غير الدوم، والناس اللي تخصها الشطابه تطلع للغابه تزر الدوم وتخدمها روحها في الدار، وكاين المراه اللي تخدمها تشطب بها. مثلا ماشي مشروط، هي مستعمله للنظافه تاع الديار. خالتي يمينه، انا في الاول كنت حاسب الحيه سهله، بصح راهي بان لي باللي راه فيها الشوكه. ود عمي دوك نعاودو نقلعو لها، دوك نقلعو لها الشوك، نقيوها، نديرو الحاجه اللي تصلح، حاجه اللي حبه اللي تصلح، اللي ما تصلحش ماشي كاع نقيوها، ندير غير تكون عريضه ان شاء الله. ممكن نهودو دوك الدار نوري لك العمليه كيفاش ندير لها ثاني باش نخدمو الشطابه ان شاء الله. يلا سيدتي الكريمه، الا بغيتي تنحي الدوم الفو فير اتونسيو على خاطر فيها الشوك. يلا أنا ولينا يا الوجوه الزينين، ومعاكم رانا ديما حاضرين، ونقول ليكم أسيدي مرحبا بكم في صنعة زمان، والحصة تاعنا اليوم هي الشطابة ولا المكونسة. شفتونا كنا في الجبل أقلعنا الدوم مع خالتي يمينة وخالتي خيرة، أو دوك أسيدي رانا في الدار كما راكم تشوفوا، كل شيء تراديسيونال، الشيميني تراديسيونال، الوسائل المستعملة تراديسيونال. شهوة خالتي يمينة، أنا راني جيعان، انا نقول لك انا الا ما تهضريليش على الفطور قبل ما نبداو في الدوم ما درنا والو. خالتي يمينه واش راكي موجده؟ يعني موجد لك ماما قبطه في القبوش كما يقولوا، كان يقولها المسلوق، حنا نقولوا مسلوق. راني يعني دايرتها، ما غندير لكم ان شاء الله على الجمر، على والله ان شاء الله نديكم الفطور، وبين ما احنا الفطور يطيب وحنا نخدموا. يلا اعزائنا المشاهدين، اليوم ان شاء الله باذن الله نضربوا فطور تراديسيونال على الجمر مع خالتي يمينه. حنا قبل ما نولوا للشطابه نشوفوا كيفاش تبريباري الفطور، وميم طو هكا نجيو رابحين زوج صنعات كيفاش نطيبوا وكيفاش نخدموا المكونسه سيدتي الكريمه. يلا تبعينا مع خالتي يمينه. درك راح ماشي نديروا لك الفطور، الوقت اللي نديروه هذيك راني قطعت البصله وهذا ندير لها التوابل تاعها، شويه تاع حبه الكحله
الا شويه تاع الفلفل الاحمر طاح هذا الفلفل الاحمر تاع البلاد ما نطيبوش بداك اللي نشريوه اللي يكون في الصباغه وما نطيبوش زعفران والقرفه تاع عود. درنا الزيت راني دايره كل شيء راني خلط لك دروك ان شاء الله بصله طوماطيش والبطاطا والزيت. يلا سيدتي الكريمه خالتي يمينه في هذا البلاط تراديسيونال تاع اليوم واش دارت؟ سامبل، البطاطا، الطماطم، البصل، فلفل الاحمر وكاين اللي يقولوا له العكري، فلفل الكحل والقرفه عود وراها تخلط. هذه انا خلطت كما هكذا ونديرها فوق النار يتجمر. سهله مهله انا نقدر نطيب التقليدي. سكنجبير. السكنجبير، قالت لك خالتي يمينه باللي السكنجبير لازم يكون ضروري في البلاط تاعنا. البلاط تاعنا كل شيء نديروا فيه سكنجبير هي صحيه وتجي بنينه. نردوها نديروها فوق على الجمر. كما راكم تشوفوا اعزائنا المشاهدين خالتي يمينه رفدت داك البلا اللي كانت دايرته على الطين وحطته في الجمر وخلاته يتقلى. سهله مهله اعزائنا المشاهدين، كل شيء سهل في الجزائر الحمد لله، حنا برك نبغيو نكومبليكي. اليوم ان شاء الله باذن الله نخرجوا بزوج صنعات، نخرجوا بالبطاطا كيفاش تطيب على التقليدي ومامطو نخرجوا بالمكونسه. وحنا جيناكم خالتي يمينه دارت البطاطا فوق الجمر بصح انا راني نشوف الفلفل يادره. خالتي يمينه هذا الفلفل كيش نديرو له؟ غادي ندير الماء في تقلات لي البطاطا غادي ندير فيها الماء. طيب دروك غادي ندير لها الماء. وحنا جيناكم غادي نشوالي دوك ينشوا ان شاء الله نجيب لكم ندقه الفلفل ندقه. الطريقه سهله سيدتي الكريمه، درنا الفلفل في نفس الجمر اللي درنا فيه البطاطا. مازلنا متواصلين معكم اعزائنا المشاهدين ودائما نذكركم باللي الموضوع تاعنا اليوم هو الشطابه تاع الدوم. وحنا جيناكم قاصدين نحن الصنعة وقاصدين الناس الصحراء الحرام. أنا ولينا أعزائنا المشاهدين نعاود نقول لكم بصحة الخير عليكم ونرحب بكم في حصة صنعة تزمان والموضوع تاعنا هو الشطابة ولا المكونسة تاع الدوم. يلا من بعد ما خلينا خالتي يمينة تبريباري لنا الفطور واللي هو طبق تقليدي وغادي ناكلوه مع بعض اليوم، نولوا للحاجة خيرة باش تورينا كيفاه نصنعوا الشطابة. واش خالتي خيرة؟ السلام عليكم، انا نفرفض الفيرة باش نشد الشطابة. يلا ها خالتي خيرة، انا لما كنا انا وياك في الجبل نحينا هذه. يلا احكي لنا شوية. مشيت نحيت الدوم من الغابة، مشيت للغابة ونحيت الدوم وجبتها درتها تيبس. استني خالتي خيرة، لما قلعنا الدوم كان فيها الشوك، راني نشوف باللي دروك مراش فيها الشوك. يا درا واش درتي لها؟ نقيتها نقيها بالخدمي، نقيها بالخدمي هاك كيما راكي تشوفي سيدتي الكريمة. الطريقة سهلة جدا. هكذا باش ما تكونش خطيرة عليك لما تكونسي بها. ما تكونش فيها الشوك باش ما تضربنيش بالشوك. هيا أعزائنا المشاهدين، ما نحتاجو لا للشناوة، ما نحتاجو لا للماتيريال، ما نحتاجو لا للآلات الكبيرة، غير خدمي والدوم تاع ربي سبحانه وتعالى. صنعتنا تقليدية. الجدود اللي خلوها لنا جدود هذه صنعتنا وهذه حرفتنا وخدمتنا هذه، هذه نخدموا بها ونستعملوها وعيشنا بها دراري، هذه نخدموا بها ونبيعوها، كنا نبيعوها ونبيعوا من الصلحه ونبيعوا ونخدموا هاد الدوم. عندنا شحال من صنعه بها، عندنا بها القفوة، عندنا بها كل حاجه نخدموها غير بالدوم. يلا خالتي خيره، من بعد ما تنحي الشوك واش ديري؟ نديرها تيبس. تيبس نديرها تيبس. يلا باش نعاودوا نذكروا المراحل اللي نمروا بها باش نصنعوا المكونسه تاع الدوم. سهله مهله، اول حاجه نديروها نروحوا للجبل نحيوا الدوم ولازم يكون عندنا منجل. لما نجيبوا الدوم نقلعوا منها الشوك هذاك، ولما نقلعوا الشوك نديروها تيبس. رانا واصلين لحد الان، نزيدوا نواصلوا مع خالتي خيره وهي تفهمنا اكثر. راها يابسه دروك، نجيبها ونحطها هنا، راها نقيها هكذا، نقيها ونجمعها هكذا حزم، نديرها هاك. يلا اعزائنا المشاهدين، الدوم لما تنشف تعطينا هذا الشكل، راها يبست. درنا لها السمش يبست،
نحزمها هاك. كيفاش؟ نحزمها هاك تنديرها حزيمات هاك تنحزمها باش نشدها كيما راها هاك. ديرها كيما راها هاك صح. سيدتي الكريمة، من بعد ما تنقيها وتيبس ديريها هكا مجموعة من حبات تاع الدوم وتحسبيهم مع بعض. بالحساب. بالحساب. قالت لك خالتي خيرة لازم يكونوا كاع كيف كيف، إما ديروا 20 20 ولا 30 30 ولا 25 25. باش ما تجيش وحدة كبيرة على وحدة. بالحساب باش تجيك كيف كيف. كي نشدوها هكا نحزموها كيما راها هاك. يعني الأمور سهلة وبسيطة جدا جدا. دروك كيما راها هاك. راني حزمتهم ها شو هادو راه دروك قديتهم هاك تا راني حزمتهم هاك نقادهم هاك تا كيما راها هاك هاك تا كيما راها هاك تجيش وحده كبيره على وحده. خلاص خالتي خيره هاكا نكنسو بها نحطها ونضفر لها دروك الضفيره باش نحزمها. هادي الضفيره هاك تا بالحلفه نحزمها هاك نضفر في الضفيره دروك. يلا اعزائنا المشاهدين، الوسائل المستعمله باش نخدموا الشطابه تاع الدوم لازم تكون عندنا الضفيره، والضفيره نخدموها بالحلفه. هكذا خالتي خيره بالحلفه خدمت الضفيره دروك هكا. خالتي خيره تمدي لي نسيي بالك نعرف نتعلموا الصنعه. يلا شدي لي شو الميكرو. يلا سيدتي الكريمه انا تاني نحاول نتعلم الصنعه. هكذا على الاقل الا طحت اونبان ولا راه عندي حلفه في يدي. هاي الحلفه وراني نشوف بلي هاد الطفيره هي نفسها الطفيره اللي يديروها في الشعره خالتي خيره. نفس الشيء كنا نضفروا الشعر على ثلاثه نضفروا الطفيره على ثلاثه. يعني خالتي عرفتناها من الحلفه. من الحلفه قالت لك خالتي خيره عندنا ثلاث اجزاء نقبضوا الجزء الاول نديروه هنا هكذا ونزيدوا نجيبوا الجزء الثاني نديرو... على اليسر وعلى اليمين على اليسر وعلى اليمين نديروه هنا وعلى اليمين. سمحي لي خالتي خيره حبست لي مخي كملي. يلا لازم باش تخدم هاد الصنعه يكون عندك الخنوق كما يقولوا. شوف هذه هذه الاولى على اليمين الاولى على اليمنى على اليمين الزوجه على اليسار هذه على اليمين هذه على هاك وحده اليمنى وحده اليسرى وحده اليمنى وحده اليسرى غلفتنا كاع معها كملناها كيما راكم تشوفوا هاك. هذه صنعه زمان وحرفه زمان وتقليديه. هذه ما في الحصه تاعنا خالتي خيره نقولها صنعه زمان تقاليد حرفه لوطان. صنعه زمان صنعت زمان صنعت زمان تقاليد حرفت الأوطان ماضي ويعود ماضي ويعود ماضي ويعود تقاليد حرفت الجدود. صنعت زمان صنعت زمان تقاليد حرفت الأوطان ماضي ويعود صنعت الجدود أهل الحرب كرم والجود. يلا خالتي خيره مادام ذكرتيني بالاغنيه تاع الجينيريك نحيي المغني الياس رياحي اللي غنانا الاغنيه تاع الجينيريك. راني كملت دوك الضفيره هاكو تشوفوا كيما الضفيره ضفرتها هذه ضفرتها بالحلفه هذه بالحلفه هاكا ضفرتها كملتها. هي دوك راني ماشي نشد مكونسه من الصلحه. يلا نذكروا دائما خالتي خيره من بعد ما كملنا الضفيره اللي هاي اللي راكي تشوفي فيها سيدتي الكريمه ساهله ماهله مخدومه غير بالحلفه وكي نضفروها نضفروها على ثلاثه على اليمنى وعلى اليسرى تعطينا هذا الشكل. من بعد نرفدوا الحزمات اللي خدمناهم كانوا عندنا زوج ازجاء كل وحده فيها 20 20 ولا 25 25 ونزيدوا نتواصلوا مع خالتي خيره اللي رايحه تفهمنا اكثر كيفاش نخدموا الشطابه تاع الدوم. تفضلي خيره. دروك انا ماشي نحزمها ها شوف. يلا خالتي خيره دوري هكذا للكاميرا. يلا اعزائنا المشاهدين حبسي كيما راكي يا خالتي خيره حبسي هنايا راكي حبستي لي مخي راني نشوف بلي استعملتي يديك ورجليك فهمينا. راني مشى ها شوف ها شوف كيفاش نكسلها باش تمشي لي مزيره ها شوف. يلا اعزائنا المشاهدين ما كان لا الات لا تكنولوجيا لا رياضيات رجليها ويديها كيما راكم تشوفوا اعزائنا المشاهدين الخيط من جهه ثبتاته في رجليها
ومن جهه واحده اخرى تبتاتو في المكونسه، هكذا باش يكون عندها لا فورس باش تجبد المكونسه مليح. يعني هكذا تكون نحزم فيها ونزيرها باش ما تنحلش. هذه الظلفه تتقطع والشد هذا ما يتقطعش. بصح سمحي لي خالتي خير انت تاني راكي صحيحه، انا لو كان نجي نجبدها ما نقدش. الله يبارك. هيا هذه صنعتنا وحرفتنا وتقاليد تاعنا. هاي عزيزي المشاهدين طريقة سهلة، هذا هو الشيء اللي كدير فيه خالتي خيرة، لوات الحلفة على اليد تاع المكنسة. درويك نعاود ها كيفاش ندخلها. يلا عزيزي على المشاهدين يعني نشوف باللي الشطابة تقسمت على زوج ودورنا الخيط تاع الحلفة. الخيط على هاشوف هاشوف ها هي دائما استعمال الارجل باش نثبتو مليح مليح باش نزيروها. باش ما تنحلش نحزموها هكذا باش ما تنحلش. هذه العقدة ها هي وبالتالي تعطينا مكنسة واجدة كما راكم تشوفوا أعزائنا المشاهدين سهلة مهلة. يلا أعزائنا المشاهدين باش نزكيو الفكرة تاع الحاجة خيرة سهلة مهلة. من بعد ما جبنا الدوم ودرناها على زوج أجزاء لوينا عليها الخيط نتاع الحلفة. يلا مانيش عارف إذا عندك إضافات الحاجة خيرة. هذه هي هذه كنا نستعملوها نجيبو الدوم هذه هي فاين واللي ما عندناش خدمنا بها نبيعوها نديوها السوق ونبيعو ونشريو الدقيق لولادنا ونشريو الخبز لولادنا ونشريو كل ما هي حاجه لولادنا. هذه نستعملوها وتجيب لنا الدرهم. هذه هذه فيها صنايع بزاف، الحلفه فيها صنايع بزاف، كل ما هي حاجه فيها صنايع بزاف. حنا رحنا ندوروا على هذه التقاليد ما يمشيش ورحنا نطلبوا من البنات هادو نتاوعنا والشبابيه يتهلاو في هذه التقاليد وما يقطعوش. هذه صنعه الجدود. اسيدي البلاد قالت لكم خير اسيدي ما تسمحوناش في الشطابه وفي الصناعه التقليديه او بركم ما تقلقونا في الحاجه خير اسيدي عفونا من الباليات ومن البلاستيك وما كل ما هي حاجه رحنا ندوروا احنا الصنعه ما تكملش. بارك الله فيك خالتي خيره نشكرك جزيل الشكر. انا على بالك اني نشم واحد الريحه راها تجي منا. الله الله نمشي ندير دورة عند خالتي يمينة نشوف واش راها دير نعاود نجي. خالتي يمينة يحسن عاونك راكي قاعدة في هاد النهار انايا طبت. بالسيف لازم نصبروا. هذه الطياب هذه حرفتنا لازم احنا ما داك توالفناها جاتنا عاديه. انتم تبان لكم انتم شباب اليوم تبان لي كل شيء جاكم واعر. احنا في نجري سهل نمشي لك حبات بطاطا ينشواو باش نوريك بطاطا شا كان ياكل بكري مشويه. يلا خالتي يمينة ها حكينا واش راكي دايره لنا. داتكم البطاطا مرقه في القبوش صحيه وعلى القبوش وعلى النار تشوف النار على اخر بصله طوماطيش فلفل احمر نتاعنا تاع المدقوق زيت زيتون الملح بالكحله شويه سكنجبير. هي الطبق تاعنا اللي نديرو حنايا تاع يومي تاع المراه الريفيه. وشويه لكم الفلفل على الجمر. يلا هاني شويه لكم الفلفل على الجمر غادي ندقو وندير لكم زيت زيتون والملح غادي ندقه. هاني نقيته دوك ماشي ندير لكم الاخر الفلفل مدقوق ندقه ندقه بكل شيء راك تشوف حتى القصعه عود واليد عود. حنا نقول هذه رزامه
ندقوا بها مع الطوماطيش وندير لكم بالملح والزيت. ان شاء الله غادي تاكلوا كل شيء ماكله صحيه باذن الله، ونتمنى هاد الاكلات التقليديه ما ينقرضوش، ونتمنوا البنات تاع اليوم يصبروا للنار كما احنا صابرين حتى هما يديروا حاجه تاع تقليدي. وهذه هي وجدنا عليها جدادنا والوالدينا المكونسه. دوك طلعنا للجبل وروح جبنا الدوم انا والحاجه خيره، وهي راه تخدم المكونسه وانا نوجدهم الفطور، وحتى انا نخدم المكونسه، نخدم المكونسه البنات يخدموهم، عندنا بزاف اللي يخدموهم، شباب ثاني شباب، حتى الاولاد يخدموهم ماشي غير النساء. هذه هي. يلا اعزائنا المشاهدين في انتظار الفطور باش يطيب، نقول لكم فاصل ثم نتواصل. يا ويامي ما يا 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 الناس تكحل فيها يا تكحل فينا وردوا علي يا 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 حبايبي ردوا. أنا رجعنا أعزائنا المشاهدين، وباش نذكر بلي رانا دائما في حصة صنعة زمان، والصنعة تاعنا اليوم هي المكونسة. فوالا أعزائنا المشاهدين، المكونسة تاعنا راها واجدة، الفطور تاعنا راه واجد، راني نشوف راه قدامي البطاطا الله يبارك، راه قدامي الزيتون، الفلفل، التريد، البطاطا طايبة في الرماد. واش خالتي يمينة واش شاهد سيد الخير كاع؟ والحمد لله، المرقة على الحطب، الوطا على الحطب، الفلفل شويناه في الجمر، شوينا البطاطا في الرماد، درنا لكم الخبيز الاخر، الفلفل دقيناه بزيت الزيتون، وكل شيء بزيت الزيتون، ما كانش حاجة صنقولة، التريد، المسمن، الزيتون المطمر، الخبز المطلوع على الجمر. الحمد لله، البن في الشكوى. الله يبارك، الله يحفظك، بارك الله فيك خالتي يمينه. قبل ما نبداو نفطروا انا ماذا بيا نسقسي خالتي فاتحه، واش خالتي فاتحه انت في المنزل تكونسي بالبالي ولا بالمكونسه؟ لا بالمكونسه، نكونس بالمكونسه ونرش بالماء، نرش التراب بالماء ونكنس بالمكونسه ونعمر في القفه ونجي. علاش بنات اليوم راهم يكونسوا بالبالي؟ فهميني، دبر راسك. احنا كل شيء احنا نديروه بالماء وبالتراب، ورحنا صحاح وغايه الغايه الحمد لله. الحمد لله سيدي، الله يعطينا غير هنا سيدي، الله يعطينا غير هنا سيدي، وخلونا غير الشطابه سيدي، غير المكونسه تاع الدوم بزاف علينا. خالتي خيره، علاش ما يكونسوش بالبالي؟ قالت لك مرضوا ظهرهم يوجعهم قدوش يحنيو. بصح هذه اللي بنادم يحني كي يكونس بها، هما ما يقدوش، هذه رياضه، هما ما يقدوش يحنيو بهذه، هي فاين لخاطر يكونوا واقفين ودايرين الوكمين في ودنيهم والبالي في يديهم، ما يقدوش يحنيهم ويخدموا بهذه الخدمه نتاعهم. وحنايا لا، حنا خدمه تقليديه، الولد في ظهورنا والشطابه في يدينا، الولد راه في ظهرنا والشطابه في يدينا، ونكونسوا المراه حرجوا تجي الرايحه تاع التراب والحالات كيش دايره محطوطه، ونساو نخدموا بالمصلحه هذه هي فاين، وما يبقاش الخمل وما يبقاش الحشلوف وما يبقاش، وصنعتنا هذه هي فاين. يلا خالتي يمينه واش نقول لك؟ شكرا جزيلا الشكر، بارك الله فيك. حنا ما حناش طالقينك وما حناش خارجين من بني زيداس حتى ندو كاع الصنايع. مرحبا بكم، ان شاء الله تديو كل شيء ان شاء الله. انتم الصنايعيه اللي راكم تشوفوا فينا وراكم حابين الصناعه التقليديه تاعكم تنحيا من جديد، وراكم حابين نجيو عندكم، ما عليكم غير تتصلوا بالرقم اللي راه اسفل الشاشه. اعزائنا المشاهدين، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في عدد اليوم، نتمنى تكون عجبتكم الصنعه تاع الشطابه. ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير والله يعطيكم الخير. يلا خالتي يمينه سربي ليا اللي جعان. صنعت زمان تقاليد حرب السلطان، ماضي ويعود، صنعت الجدد اهل الحرب كرم والجود. طريق بعيدة هذه صنعة الجدود والتقاليد والتقاليد، يا لالي لالي يا ام لالي، لالي لالي يا ام لالي، لالي لالي.